ذا الطبق. تعال خش معايا في دي، تعال خش معايا في دي. الطبق 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 الطبق. ترى فين؟ اقول لك الطبق. طبق تعالوا معايا. طبق طبق طبق. وانت ما قلت هات بقى طبقة تانية للكلاب. شو الكلبة دي؟ خد جنبها يا عم، سيبه يا عم بقى. كل اسكت. ازاء ازاء ازاء. ده اللي انت بتخاف منه من جواك. تحط له اكل عادي يا جماعه. سيب الكلين اهو يعني اكتولي. تعالى كده نروح الحمص عشان كنت من شويه دخلت في الرقصه. بص عايزك معايا دي وجباتهم عشان هم جوازات كلبش. مش جوازات يعني كلبش لسه. سيمبا بس يا جماعة ده كركو كركو عشان جوزات طلعناه. بص يا جماعة المنظر دي الكلاب هم قاعدين كلهم ازاي. منظر حلو خالص. كل واحد خد منه واحدة عشان الكلاب تديله. ازاي مش واخدين منه عشان ازاي الزوم اي حد خد منه. اوعى المنظر اللي احنا شفنا الكلاب هم كلهم. لازم يا جماعة الكلب الحمر ده يا جماعة ده انا خدت منه عشان ده حمر انا اللي مربيه من صغره. لازم يا جماعة لازم نخلي الكلب بالكل وزحيته حلوة عشان دي جوازات. لازم نحط له كل يوم ضج. لازم كركع عشان هو جوازات. كركع برضه جوازات ولازم نحط له ضجة. ولازم يا جماعة الكلب والكلاب كله كله. انت هتتكلم جديد عادي زي مثلا زي كده مثلا. ما بحبش البتاع دي اساسا. هو بحبش غير البتاع اللي فيها اللي ورا.
معاش شكل الكلب عامل ازاي. الكلب هو الروح، الكلب هو السحر في الكلب. نصيحة للروح، الكلب عايز تتعيطش. الكلب خلي صحته حلوة، ومهم الناس اللي روحش الكلب خلي صحته حلوة خالص. وباي خلاص مش كامل لك.